البداية كده شايف تعيين الأرجنتيني مارسيلو غايردو مديرا فنيا لنادي الاتحاد خلفا للبرتغالي نونو سانتو. السلام عليكم، مساء الخير مرة ثانية. أنا شايف إنه جاياردو من أفضل الأسماء في كرة القدم اليوم، اسم كبير جدا، ممكن ما عنده تجربة ملحوظة خارج الريفر بليت، النادي اللي برز فيه كلاعب وكمدرب، لكن ال8 سنوات اللي قضاها في الريفر بليت كانت عظيمة بمعنى الكلمة. أصبح أعظم مدرب في تاريخ الريفر بليت، حقق جوائز قارية وألقاب قارية تجاوز ال10 تقريبا. هو خيار ممتاز جدا للاتحاد، لكن برضه لازم نذكر ان الاتحاد عنده نقص كبير جدا على مستوى العناصر، ويحتاج وقت حتى يقدر يفرض اسلوبه، لكن بشكل عام اسم كبير جدا للاتحاد وللدوري. كصحفي سعودي، شايف ان مدير فني بقيمة جاياردو ان هو يرفض اندية كبيرة، حتى في تقارير اسبانية قالت ان هو رفض فياريال وبرشلونة، رفض اشبيلية ورفض اياكس، شايف ان هو يوافق على الاتحاد؟ شايفها دي خطوة للدوري السعودي ازاي؟ هو فعلا جاردو طوال سنواته مع الريفر بليت، بعد بروزه معاه تحديدا بعد نهائي الكوبا ليبرتاداريس في مدريد، بعد ما انتصر على بوكا، جات عروض كثير من انديه اوروبيه كثير رفضها. دائما عنده مبدا جاردو، في كل مره يرفض النادي لمبدا معين. الان بعد ما ترك الريفر بليت كان يقول انه انا ابحث عن نادي اقدر افرض فيه هويتي، افرض فيه اسلوبي، ما ابحث عن اسم او قاره، وذكر اوروبا كمثال وقال انا ما ابغى اروح اوروبا فقط لانها اوروبا. اذا ما وجدت البيئه اللي انا اقدر افرض فيها طريقتي واسلوب لعبي وشخصيتي وفكرتي، ابقى مع اطفالي في المنزل افضل. فاعتقد انه وجد ضالة في الاتحاد من خلال العناصر اللي ممكن موجوده مثل بنزيما، ايضا المدير التنفيذي للنادي دومينيك سواريز. حقيقة تواجد باولو مالديني للصورة الإيطالية كمدير رياضي لنادي الاتحاد، صحيح، اهتمام السعوديه او الدوري بباولو مالديني مو جديد، يعني في الصيف كان الاهتمام من النادي الاهلي الغريم التقليدي للاتحاد بجده، وما مشت الامور. اليوم يعود مره اخرى للدوري السعودي من خلال الاتحاد للتفاوض مع باولو مالديني لانه يكون مدير رياضي. طبعا هو ما حيقدر يشتغل مدير رياضي لانه ما عنده الشهاده اللي، لكن عمله حيكون مدير رياضي. ايضا عنده عرض اخر مانشستر يونايتد حسب ما ذكر فابريزيو رومانو، لكن يظل الاهتمام فيه موجود.